تفاصيل اكتر يا جوفانا عن الطقس. هنبدا دلوقتي مع بعض نبص كده على احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا جولتنا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه عند رمسيس هتبدا تقل لحد ما نوصل لغمره. بالنسبه لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين فعليه كثافات مروريه، اما شارع بورسعيد من نزله اكتوبر فبيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء. بتظهر بعض الكثافات المتحركه على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغايه القصر العيني، وبعض الكثافات البسيطه في شارع رمسيس وصولا للعباسيه ومحور النصر حتى المنصه وشارع عباس العقاد والطيران، واماكن غلق الاشارات بالميادين منها طبعا ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. في سيوله مروريه على الدائري بمنطقه السلام وداخل النفق القادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، نفس الامر للمتجه من المنيب وفي طريقه الى الاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزه. كذلك الامر في مناطق التجمع الخامس اللي في طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح مع بعض محافظة الجيزة، تعالوا نشوف كده الطريق الدائري اللي بيشهد في الوقت الحالي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات. بخصوص محور 26 يوليو فبيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. هنروح شارع فيصل هنلاقي ان فيه كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة. هتظهر على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان بعض الكثافات المروريه والمتحركه، ويفضل التوجه لعرابي. كذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني، كمان ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي، وبيشهد محور كمان عرابي كثافات بسيطه للمتجه من الاقاليم وصولا للمهندسين. طبعا في سيوله كبيره في شارع جامعه الدول العربيه حاليا خاصه بعد افتتاحه والانتهاء من اعمال مترو الانفاق. تعالوا كده مع بعض نروح محافظة الإسكندرية، هنلاقي إن في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل مع بعض جولتنا المرورية وهنروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها طريق سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في بعض الكثافات المرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، أقل درجة حرارة هتكون في مدينة العلمين الجديدة 31 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.